مساء الفل عليكم، تحياتي ليكم من مطبخي مطبخ نرمين. يا رب دايما تكونوا بخير. لو انتوا لسه اول مرة تشوفوا الفيديوهات بتاعتي او اول مرة تشوفوني، انا نرمين بقدم فيديوهات عن المطبخ وابتكارات جديدة. يا ريت تنزلوا في القناة، تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس، ولو عجبتكم الوصفة يا ريت تدعموني بلايك. استكمالا بقى لمرحلة وسلسلة الحلويات الشرقية اللي احنا بدأناها بالبسبوسة والقراقيش والمكسرات، وعملنا حاجات كتير قوي انا مش فاكراها كلها، ممكن تدخلوا على القناة وتشوفوها. النهاردة هعمل لكم بلح الشام الاقتصادي اللي هو جميل جدا ومقرمش جدا وحلو وبسيط، ومفاجأة ليكم بقى هنعمله النهاردة من غير بيض، يعني حاجة جديدة وحاجة جميلة وحاجة اقتصادية جدا هتعجبكم قوي قوي. وهعمل لكم كمان صوص الشوكليت اللي قدامكم ده اللي انتوا ممكن تزوقوا بيه بلح الشام. الصوص ده في البيت انا عاملاه، ويا رب طريقة تعجبكم وتبقى سهلة بالنسبة لكم. اول حاجة هنعمل السيرب، او هنعمل الحاجة اللي هنزقي الشربات اللي هنزقي بيه بلح الشام. بنجيب كوباية مية، بنضيف عليها كوبايتين سكر. شربات بلح الشام لازم يبقى تقيل، ولازم يبقى قوامه كده جامد، ما يكونش سايب زي البسبوسة او المقرمشات. بنقلب طبعا كويس جدا السكر مع المية قبل ما نرفعه على النار زي ما انت شايفه كده. يفضل كمان انك تستخدمي ميه سخنه، لان الميه السخنه بتساعد معاكي على ان هي السكر يدوب في الميه. بعد كده بنرفعه على النار، نقلب فيه كده زي ما انت شايفه لمده 5 دقائق علشان يدوب كله. واول ما تبتدي يغلي ويطلع الرغاوي البيضه دي، بنضيف نص ليمونه. النص الليمونه ده بتخلي الشربات يبقى معاكي مظبوط، وطبعا بيبقى قوامه جميل جدا. اول ما بتوصلي للقوام اللي هو التقيل، اتقل من قوام البسبوسه تقريبا، بيقل معاكي المقدار للنص. هو ده القوام اللي احنا بنحتاجه في بلح الشام. ليه بقى يا جماعه؟ لان بلح الشام لو حطيتيه او سقيتيه بشربات خفيف بيبوش معاكي وبيبقى مش مقرمش. احنا عايزين نعمله زي بالظبط اللي بتشتريه من بره من محلات الحلواني، فهيبقى معاكي جميل وهيبقى معاكي مقرمش ولذيذ جدا. طبعا زي ما انت شايفه هيبقى معاكي تقيل وجميل، وهيبقى برضو قوامه مظبوط مناسب جدا لانك تعملي بيه بلح الشام. لو انت هتعملي بسبوسه او حلويات تانية طبعا بيبقى معاكي الشربات اخف من كده بكتير جدا، لان احنا بنسقي بيه طبعا الحلويات. طبعا عايزه اقولك انك ممكن تضيفي كمان رشه فانيليا، بتخلي معاكي بلح الشام طعمه جميل جدا. هنيجي نعمل دلوقتي بلح الشام بالطريقه السحريه اللي زي ما قلتلك من غير ولا بيضه. هنجيب كوبايه ميه، ويفضل ان هي طبعا تكون ميه سخنه، وهنضيف معاها معلقتين زيت بس، معلقتين زيت بس. هنرفعهم على النار ونستنى الخليط كده لحد ما يسخن او يغلي كويس. بعد كده هنضيف رشة ملح ورشة فانيليا، رشة ملح صغيرة جدا ورشة فانيليا زي ما انت شايفة كده، وهنقلبهم. هننزل بقى بكوبايتين دقيق. بصي العجينة دي لازم تبقى تخينة، ومعلش يعني هتتعبك شوية في العجن، بس هتطلع نتيجة جميلة جدا. مع كوبايتين الدقيق معلقتين نشا كبار، يعني كل كوباية دقيق عليها معلقة نشا. هتبتدي الخليط يغلي معاكي كده، هتضيفي معلقه البيكنج باودر، وبسرعه بقى تنزلي تقلبي زي ما انت شايفه كده بالمعلقه، بحيث ان العجينه تمتزج معاكي كويس جدا. لو حسيتي ان العجينه تقيله جامد ومش قادره تقلبيها، ممكن تضيفي لها معلقتين ثلاثه ميه، بس لازم تكون ميه سخنه عشان العجين ما يهبطش منك. وتفضلي تقلبي كويس جدا على نار هاديه، يعني وانت بتعجني زي كده النار تحت الحلة موجودة، مش تطفي النار وتعجني، لا. احنا محتاجين يا جماعة ان السخونة هي اللي هتخلي معاكي بلح الشام يتماسك ويخلي معاكي العجينة تبقى تمام. شايفة؟ هنبتدي نلم العجينة كلها بالمعلقة، ونضيف حاجات بسيطة جدا من المية. لما تبتدي الدقيق كله يختفي من الحلة وتبتدي العجينة تلم معاكي، بتطلعيها في صينية زي ما انت شايفة كده. هي بتكون سخنة شوية، بس ممكن تلبسي جوانتي لو انت مش مستحملة السخونة. زي ما انت شايفة قدامك انا بحاول افردها والمها، افردها والمها. الطريقة دي بتخليه ان هو يتماسك معاكي، السخونة تطلع منه، وفي نفس الوقت يبقى سهل معاكي جدا في التشكيل.
شايفة مع الوقت يعني ممكن انا عجنتها اخدت معايا بالظبط 3 دقايق عجن، بقيت مرتاحة وزي الفل. الغلطة اللي الناس بتعملها ان هي بتمسك بقى بلح الشام وتروح مشكلة على طول، لا، ان لازم اسيب العجينة مش اقل من ربع ساعة ترتاح عشان اشكل بيها بلح الشام. بصي لو انت عندك القمع بتاع الحلواني او كيس الحلواني هيسهل معاكي جدا، لو ما عندكيش هقولك برضو على الطريقة. في ناس كتير لما بتقلي بلح الشام بيفك منها في الزيت، ايه السبب ان هي بتقليه على طول؟ انا هقولك ازاي انا ما يفكش مني. طبعا ده بكيس الحلواني بيبقى جميل جدا وبيبقى حلو خالص خالص، يعني مش عايزه اقولك بيبقى مسمسم جدا. طب لو ما عنديش ممكن استخدم قمع البسكوت، او ممكن استخدم قمع زي اللي انت شايفه ده، برضو بيطلع معاكي الشكل جميل جدا وحلو. بصي برضو ده قمع البسكوت العادي، بسكوت النشادر بتاعنا اللي احنا بنعمله، اخدته ومليته وضغطت عليه بكوباية او بصواعي، بيطلع قمع البسكوت بيطلعه مشرشر كده وجميل، المكنة بتطلعه حلو، قمع الحلواني بيطلعه صغير بيبقى شكل بلح الشام بتاع بره. فانتي حرة طبعا في كلا ال3 حالات تستخدميه زي ما انت عايزة. بعد ما بتقطعيه بتسيبيه حوالي 10 دقايق او ربع ساعة جوه التلاجة قبل ما تقليه. ليه؟ ده بيخليه ما يفكش معاكي ابدا في الزيت، ويخليه ما ينفش قوي النفشة اللي هي بتخليه ما يبقاش مقرمش. بتقلي بلح الشام في زيت غزير، وطبعا الزيت يكون وصل لدرجة حرارة عالية، وبعد كده نوطيه شوية، مش نوطيه خالص علشان بلح الشام ما يشربش معاكي الزيت. طبعا زي ما انت شايفة كده بمجرد ما انت هتحطيه ويبتدي يستوي هتلاقي بلح الشام عالي معاكي، شايفة هيبتدي يعلى معاكي جوه الزيت زي ما انت شايفة كده. هتقلبيه طبعا ما تسيبهوش خالص لان هو بيحمر بسهولة جدا، وعايزه اقول لك ان هو هيطلع معاكي مقرمش واحلى من اللي بتعمليه بالبيت، وهيطلع معاكي جميل جدا ومش هيشرب معاكي زيت خالص، لان النشا اللي احنا حطيناها وطريقه العجن هتخليه يبقى معاكي يعني كريسبي جدا جدا جدا. شايفه روعه روعه روعه. طبعا اول ما بيتحمر معاكي شايفه اتحمر بقى يعني خطير، هتنزليه بقى في السيروم اللي هو احنا عملناه تقيل، ولو انت حابه ان هو يكون شارب بشربات كتير بتسيبيه من دقيقه لدقيقه ونص، لكن انا بصراحه بحبه يبقى خفيف لايت كده، ما بحبوش يبقى مليان شربات قوي فبطلعه على طول. يعني ممكن انت تعمليه في الحالتين، لو بتحبيه شرقي بقى تقيل مليان شربات اوكي سيبيه في الشربات شوية، لا بتحبيه لايت وخفيف وكده مقرمش خفيف كده بتطلعيه على طول. دلوقتي هعمل لكم صوص شوكولاتة اللي انت شفتوه في طبق التقديم. بنجيب 3 معالق سكر بودرة، بنضيف عليهم معلقة كاكاو باودر، كاكاو خام ما يكونش محلى طبعا، وبنضيف عليهم مية ونفضل نقلب فيهم زي ما انت شايفة كده. ممكن تضيفي 1/4 معلقة قرفة بتدي ريحة وطعم جميل، وممكن تستغني عنها لو انت مش بتحبي طعم القرفة. زي ما انت شايفة كده انا هبتدي ازوق بلح الشام، هوريك ازاي بنزوقه. بنغمس البلح الشام في شوكولاتة، وبعد كده بنغمسه بقى في الحلويات اللي هي الفارماسيلا او اي نوع حلويات بتكون موجودة عندك، بيبقى شكله بصه جميل جدا ولطيف، ويعني خروج عن المعتاد والروتين اللي احنا بنعرفه بلح الشام العادي. ممكن كمان نعمله بالقرفة، ممكن بجوز الهند، اي حلويات اي مكسرات عندك او اي تزويق انت تحبيه على حسب ذوقك. زي ما انت شايفه كده انا عملت لك الطبق، زي ما انت شايفه في منه بالشوكولاته وفي منه بالفورماسيلا وفي منه بالقرفه وفي منه ساده، يعني للناس اللي بتحبه كلاسيكي ما بتحبش عليه اي اضافات تانية. هيطلع معاكي مقرمش وجميل ومنفوش من جوه، ومش هشرب معاكي زيت، وطعمه تحفة تحفة تحفة. بتقدمي طبعا مع الشاي مع اي مشروبات سخنة، بيتقدمي لوحده طبعا. مش عايزة اقولك يعني بلح الشام ده جميل جدا، وكفاية ان احنا عملناه في البيت بطريقة نظيفة وحلوة وجميلة، وهتعجب كل الناس اللي هتقدميها لهم. كده خلاص خلصت وصفتنا. لو عجبتك الوصفة ما تنسيش تشتركي في القناة، ياريت تفعلي الجرس وتدعمي الوصفة بلايك عشان يوصل لك كل ما هو جديد وجميل في عالم الطبخ والطبيخ. تحياتي ليكي وبألف هنا وشفا.